من البيت في من جانب جنبي الملحن القطري الرائع الفيصل. حب الله مساك. الله يسعدك. الله يسلمك. احد اهم الشخصيات اللي له دور كبير في نجاح هذه البطوله سعادة حسن الزوادي امين عام اللجنه العليا للارث والمشاريع. يطول بعمرك الشيء. مبروكين. الله يبارك في حياتك. ما قصرتوا ورايتكم بيضاء. الله يسلمك ما عليك زود. الله يطول بعمرك. وانت من اوائل الناس اللي كنت موجود معنا في المشوار. الله يحفظك. من ايام بهامز اللي تذكر. صحيح صحيح. الله يحفظكم يا رب. الله يسلمك. اسمح لي طول العمر. الف مبروك. الله يطول بك. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. يا طول عمرك. My dear friend and superstar طبعا of the world football David Beckham. Lovely to see you here. Good to see you too. And you have been an excellent ambassador for this tournament. Congratulations. We're excited for the game tonight. We are all. It's a beautiful environment. Beautiful atmosphere. Enjoy the game. Thank you. الله بالخير. وأهلا سعيد جدا سعيد جدا اني التقي بهذه الشخصيه الرائعه جدا سعاده محمد بن همام طبعا الرئيس السابق للاتحاد الاسيوي وعمر التنفيذي سابقا في الاتحاد الدولي وهو صاحب ربما الخطوات الاولى لقطر لاستضافه هذا الحدث الكبير. سعيد يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا فيكم واهلا وسهلا فيك في قطر في بلدك اللي يتشرف فيه كل ما مع صديقي العزيز واخوي سمو الامير علي بن حسين. لا 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 بين ذاتك كيف صحتك؟ الحمد لله طيب. السيد خالد ابو سعدي. اهلا وسهلا. مساء الخيرات جميعا. حوجودين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. منور سمو الامير. انت ليش مصور؟ منور سمو الامير لهذا للتوثيق. يلا انطباعك عن الافتتاح. لا الحمد لله. جميل. جميل وجودكم. ما شاء الله. معي رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم الاخ العزيز الاستاذ ياسر نصحى. يا حي وسهلا وسهلا كبير طول العمر. الف مبروك. تأهلكم والله يوفقكم ان شاء الله. قلوبنا معاكم دائما وابدا. تحيه للسعوديه واهلها واخواننا واحبابنا دائما وابدا. دام العمانيين معانا ما في شك. الله يحفظك حبيبي. شكرا الله يعافيك. الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفه رئيس الاتحاد الاسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي الفيفا. الشيخ الف مبروك افتتاح كاس العالم في المنتخب. الله يبارك فيك واحنا سعداء لكم دور كبير انتم كنائب رئيس الاتحاد الدولي كرئيس الاتحاد الاسيوي في قناه هذا الحدث الكبير. الف شكر لكم. بالعكس هذا واجب وطن من الواجب. هذا الدور الكبير للاخوان في الاتحاد الدولي على نجاح هذه البطوله. الله يوفقكم يا رب. تسلم.
انا مع اثنين او ثلاثه من الاسماء اللي خلف الكواليس اللي كان لهم دور كبير جدا في هذا الافتتاح. اكبر باكر استديوهات يا احمد باكر اسف استديوهات كتارة. الف مبروك. الله يبارك فيك. ما قصرتوا وشغلكم رائع جدا في استديوهات كتارة وفي كل الجوانب الفنيه اللي تسوونها. الله يسلمك. اهم شيء بيضنا الوجه. ما بقصروا بيض رايتكم بيضه دوم وراسكم مرفوع. حميد البلوشي النجم الجميل المتالق العماني المبدع اللي دائما من وراء الكواليس ما يقصر ابدا وابدا ودائما يعني حبيبي ما قصرت. بركة الشباب احمد والشباب كلهم انت واحمد والهرمي حبيبي كلكم من مقصرين حبيبي. هذا شكرا على كل شيء سويته في كاس العالم وقبلها كاس العرب. هاي هديه حق عمان كل العرب. الله يحفظكم يا رب. شكرا يا ابو حمد.